هذه الشنباي بدها ترجع لورا شوي مشان تبعد عن التلفزيون مشان الضيفة. شو كمان يا ست زبيدي؟ لا أنا خلص تشيله تمام. فؤاد روح كلم الحديقة، وانت يا فريد بتروح بتشطف الكراج، فيروز تنظف القاعدة بدي اياها توج وج، كزعة وراي. الله يجيبك يا طولة الروح. كيف يعني أكلم الحديقة؟ أحكي معاها يابا؟ يابا شو مالها ماما؟ مش عارف، أنا مش عارف، حاسس الغرفة بدها إشي. تعرفي؟ بفكر أغير لون الطراشي. والله يا ماما أنا شايفة لون الغرفة حلو وفرايحي وهيك كيوت. ومين سألتش أنت يا مكارك دي؟ أنا بدي راحة الضيفة الأمريكانية. مش دخل ضيفتك بغرفتي؟ ما هو يما الخبر السعيد انه الضيفة بدها تسكن معاه جهان بالغرفة. طب ليش غرفتي انا يا ماما؟ شو دخلني؟ كبرت عزي شو لوين سكنها؟ اقعدها مع اخوتيك بوشلوها. شو بعرفني انا، البيت كبيرة ما لقيتي غير غرفتي. ما انا عارف شو بدي اسوي، خلص امري لله، بعيش انا وياها بالغرفة وانت بتروحي بتسكني مع ابوك ابو فكش. لا خلص أمري لله، عايشي ضيفتك معي. أي تخت بتحبي تنيميها؟ عاد والله يما السكنة مع أبو فؤاد حلوة ومريحة وبتطول العمر. كبر عزه المكركد، هات الكلام وين من وراك. وهيك اكتمل النصاب. يعني هذا الاجتماع بدون أمي؟ يا حنون من غير أمك، أنت مستقل شو حيصير فينا من الأمريكان وسياساتهم؟ مشان هيك أنا طلبت الاجتماع يكون سري ومغلق. طب هسا أمي بتحس علينا؟ عادي عادي ماما، بسطح موضوعها مطول، لسه بدها تشيك على الخزانات والمواسير والستلات ورح تقعد على الفيو كمان. اسمعوني كويس، أنا اليوم حكى معي صاحبي إجاله موافقة هجرة بعد أسبوع، بقول لي الشغلة كثير سهلة، يعني شوية معاملات طب ولا أنت في الطيارة، طب ولا أنت في الخير والعز واللغنغة وفي الطبايخ وفي النفايخ وفي الهمبرجر وفي الهوت دوكس وإلخ إلخ إلخ. وأنا خلص حسمت أمري إنه نهاجر. هاجر؟ اسمعوا، مشان تعرفوا انه انا اب مختلف وحضاري وديمقراطي، صحيح انا حسمت امري انه نهاجر، بس بدي اعطيكم 24 ساعة تحسموا امركم وتعطوني الموافقة. فهم؟ علم؟ سلام. ولي فيروز بديش تساعديني ولي؟ الضيفة صارت على وصول، هسا بتبكى ميتة من الجوع من أكل الطيارات العينات، فاهمة؟ حاضر ماما، في أوامر تانية؟ شو الأمر في حينه؟ قطعي وانت ساجتي. منيح اللي جيت ولا؟ فكنت بدي نادي عليك، تعال. نادي علي؟ يا ساتر، شو بدك؟ بتروح ولا بتشطب باب الدار والدرج أخرى؟ يلا يما أنا وشطيف، مشان الله إحنا بدار كبيرة، أنت ناسية؟ إن شاء الله فكمكم. بدك تروح تشطف الدرج وباب الدار، الضيفة عوصول كبرت عزك. شوفي 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 أنت اللي شوفي، شو بدك أنت؟ شوفي اللي بشوفكم بيقول في معسكر. إيه روح نفذ ولا؟ أمرك سيدي أمرك. إيه هذا فعلا في معسكر من عشر الكم. يا حبيبي الله يعين على أيام الجاية. فيروز قطعي وانتي ساجتي ومن غير حكي طالع نازل واتمعني. أنا طالع، بدكم شي؟ تطلع روحك أنت، وين طالع؟ روح ساعد أخوك فادي. بشو أساعده؟ روح بشطب بالدرج عم والمدخل الدار، روح يلا. استنى وانت رايح مر على أخوك فريد، كله يلف على الدار تشلها، أي نواقص يسجلها بالورقة والكلام وجيبها قدامي. يلا امشي امشي يا حبيبي. تفضلوا مشان تصدقوا كلامي. شو قصدك ترشش على الموت ست شرها؟
لا سكر ولا عوامة، أنا رايح أنام مشان أحلم بالحرية والاستقلال. والجيش يا حي، يالله مع السلامة، دربك صفرة. كل هاد بصل ماما لإيش؟ خرطي كبرت عزك خرطي. آخ آخ، لو قول آخ إيش فعلتي لظن أقول آخ. شفتوا يابا لوين وصلنا؟ إجاكم كلامي، صار لازم نهاجر. داري يابا، والله أنا متحمل بس عشان لحمة العيلة. آخ بس على أيام اللحمة، والله بقينا نحطها على المنسف تبقى هالصة، بتزلط زلط بالثم. صحيح هي ظلت زي ما هي ولا تغيرت؟ لا نفس ما هي ولا تغيرت ولا إشي. اسألوني أنا كل يوم باكل اللحمة، قصدي يعني بشوفها يعني في المطعم. بعدين الزباين ما بيطلبوها غير مني يابا. يا كشالة صفية خلعت المي. يا شك شوفي 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 مالك شوفي كبرت عزك انقطعت المي والضيفة عرسول، يا فضيحتنا الفضيحة. اوهو انت بطل يهمك غير الضيفة، يعني احنا بنقدر نعيش بدون مي؟ غريب، مع انه هسه شطفت وكانت شغالة. شطفت؟ اه ما ببشرك حبيبتي، خلصت ميتنا وميت المنطقة الإقليمية كلها. عزة يا نكرو يا مي، الضيف الكربات توصل، تيجي تلاقينا مقطوعة المي عنا، افرض قالت لي بدها تحمم، شاكلها تيممي. خلص أنا بحلها، بطل على لساني غير الضيفة. راح تقردني يا بي إذا ما جت المي، تعال الحقني. وماله انكرد، قليل ما كرتني. اسمع يابا، اكيد صوت المياه اللي قطعت المي، انا رحت ادفع الفواتير ما قدرتش، معيش مصاري لانه طلع البيت فواتير متلتله. اه وانا بقول لو ايش جاي عند الحي كله. ولك اسكت اسكت، ولك تعلي صوتك بلاش، امك تسمعك وشايفه بتقول يا شر شتر. طيب طيب طيب، وشو العمل هسه يابا؟ اسمع، انت قبضت راتبك؟ وينه؟ اه يعني هو الصراحة يابا المفروض اني استلمه اليوم. طيب منيح، بتستلم راتبك من هون وبنجيب لي اياه من هون. يلا فكرت بتشفلنا هذول البصلات. انبسطي يا ستي، هسه بعد شوي بتيجي المي. أمانة الله، الله يسعدك. والله قدها يا بابا، كيف حليتها؟ أنا رايح بديش أسمع صوت. شو مالك سارح يا أستاذ؟ هذا الوضع ما حد بيحله غيري، أنا لازم أتحرك وأنقذ العائلة يا فؤاد. العائلة عم تتدمر. لا لا مظبوط مظبوط، يعني في هذه الأوقات الحرجة يجب على المثقفين أن يتدخلوا. هو بالله تسكت وترحمني. تخبط علي فؤاد؟ ماشي، بكرة حفرجيكم كلكم، كلكم راح أفرجيكم. أي ساعة العرض بس خبرني قبلها. عيلي 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 يا رسول الله عيلي. يا حبيبي فؤاد، سايق فيها السلطة، كل يوم فيها عرضة، ولا زي اللي ماكل بلطة، يا خجيب للشرطة. شو بدك تسوي هسه؟ كلهم